أهداف الثورة الإسلامية، الجمهورية الإسلامية كل ديمقراطية عقلانية، وأنا أعتقد أن قوتها أولا غصانة النظام الذي يستمد الشرعية الإسلامية، نظام ولاة الفقيه، ويحرص على الشرعية الشعبية باعتبارها جزء مكمل. وعلى أساس هذا النظام تم صياغة المؤسسات التشريعية ووضعت القوانين لاختيار ديمقراطية عقلانية تنسجم مع المعايير التي يريدها الله سبحانه وتعالى والتي تحقق مصلحة الناس. جيد.